شو يعني خلصك منه؟ يعني زيحه من طريقي. وانت ليش عم تطلب هالطلب مني انا بالتحديد؟ انا شو دخلني؟ ولو يا عمري، انت دخلك ودخلك كتير كمان. اول سبب لازم تلاقي طريقة وتوفي فيه الديون اللي عليك إلي، والسبب الثاني ما شاء الله العلاقات بينك وبينه كتير حميمة، وصار في روحات وجيات واستشارات واللي منه. هذا الكلام ما له مزبوط. لا مزبوط؟ وهيك تفكريني ما بعرف؟ أنا بعرف، ولا تفكري إني ما عندي خبر وقت اللي استنجدتي فيه، وقت اللي ما طلع لي شيء بسيط عدنان، بعرف كل شيء. مو صحيح هاد الكلام حجي، مو صحيح. على كل حال هاد مو موضوعنا. اوعك تفكري اني زعلان منك او عتبان عليكي، ابدا. انا زعلان من شانك. مين هذا المسكين يلي وز بعقلك لحتى تخلفيني؟ حجي انا هاد الموضوع ما بقدر اعمله، شوف حدا غيري. بتقدري وبتقدري منيح. انا ما عم بطلب شيء، انا عم بطلب نتفق على طريقه نخلص منه ونرجعه مطرح ما كان. وين يعني مطرح ما كان؟ السجن. بس قبل هيك في معلومات لازم اعرفها عنه، وفي شخص كمان مخبيه بدي اعرف وينه، وهذا الشيء ما حدا قادر يساعدني فيه غيرك انت، لانك انت بتعرفي كل شيء. مستحيل حجي، انا هي اللعبه لا يمكن اني اتدخل فيها. خلص حاجتي، قررت اني انضف، وبتخيل انه هذا من حقي. انت بتنضفي بحاله واحده بس، انك تخلصي القصه كلها. بعدين ما في شيء اسمه مستحيل. ممكن بالاول تحسي انه الموضوع صعب، بس اذا بتفكري بالبدائل يلي عندي راح تستسهلي الامور كثير. عم تهددني؟ على ما قال لي انا عم هدد. بس انت من غير ما تهدديني ضريتيني. بتعرفي سوسو، صدقيني ماني حابب تكون هالمواجهه هلا بيني وبين اخوكي طارق. تخيلي هو واقف مطرحك وانا عم بحكي له شي بينحكى وشي ما بينحكى، وفهمك كفايه. لذلك يا قمر بتمنى تكوني شاطرة بإرادتك ورغبتك، أحسن ما تكوني شاطرة غصب عنك.